السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل شباك كده شكله ظريف، في فكرة جديدة، فخلينا نيجي هنا في ليفل 1 واروح هنا للوول. ده شغل شباك، اصبر عليا بس. وول اركتكتشر، وهنغير النوع بتاع الوول من بيزك وول لكيرتن وول. اهو تحت اهوت، اي واحد من دول مفيش اي فرق بينهم، يعني نقدر نعدل من اي واحد اللي يوصف بيهم للتاني. بس قبل ما ابدا ارسم هدخل هنا في الايديت تايب واتاكد من حاجه واحده، اوتوماتيكلي امبيدد، انها اوتوماتيك هتبقى جوه الحيطه، هتفرغ الحيطه لما اجي ارسمها. طيب بعد كده ممكن نقول له ان احنا عايزينها الارتفاع بتاعها مثلا 4 متر او 3 متر. هنعدي بعد كده القصة ديت واجي هرسم جوه الحيطة. ما جابليش رسالة خطأ، ليه؟ لان هو فرغ الحيطة. طيب بالمرة خلينا بقى نقول له احنا عايزين نرسم وول تاني، واقول له بقى كيرتن وول برضو، بس احنا عايزين اللي هي الكيرتن وول العادية اللي هي بتبقى عبارة عن زجاج بس من غير التفريغات ديت. وخلينا ندخل هنا في ايديت، طيب نتأكد انها اوتوماتيكلي امبيدد. لو مش اوتوماتيكلي امبيدد اعتبر كأن انت رسمت حتتين فوق بعض، فيعمل لك رسالة خطأ. تمام. طيب خلينا بقى نشوفهم في 3D. ايوه اهو بالشكل ده. نقدر بقى نيجي على الازاز دوت، ممكن نقول له ايديت بروفايل ونعدل فيه بقى زي ما احنا عايزين. خلينا بس ايه نظبط الارتفاع بتاعه شوية، وبعد كده نقول له ايديت بروفايل. ده بقى ارسم بقى اللي انت عايز، عايز ترسمه ده ايريا، عايز تعدل فيه زي ما انت عايز، مش هيعترض خالص. من ده لده اهو. عايز تخليه دائري، عايز تخليه مربع، عايز تشيل كل خطوط الترسيم نقله جديد، مفيش مشكلة. المهم يبقى في الاخر الشكل مغلق، تمام، عشان ما يحصلش مشكلة. كده رسمنا وشباك اهوت، وبرضو الناحية التانية تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت وتقول له ايديت بروفايل، تقدر بقى ترسم اي بروفايل انت عايزه، ممكن تشيل ده كله وتقول له انا عايزه بالشكل دوت. وتقول له اوكي. بيقولك بس ان في حتة هنا صغيرة وبتاع، فهو يبدأ يعدل عشان يبقى الشكل بتاعها مظبوط، فهي تعمل لك الشباكين بالشكل دوت.